في إعادة التواصل مع المتقاضين والمهنيين
فعل العذاب. ومن هذا المنظر أظهر اختيار راسخا من أن التحول لمنظومة العذاب أصبح اختيارا استراتيجيا لا محيل عنه، وضرورة تفرض نفسها وتتطلب انخراط مما يلين من الأمر، وهو الأمر الذي ماتت فيه الرحمن عليه جلالة السادس صلى الله عليه من خطبه الملكية والتجهات الدينية، نذكر منها ما أشار إليه السيد الرئيس المعتدل خلال رسالة توفي فيها المشارك في الدورة الثانية لمراكش في سنة 2019 حضر سيدة السلام. إن التحول الرقمي الذي تشهده تشهد منظومة عدد اليوم يعد مؤشرا قويا على الإرادة الراسخة الرامية إلى الانخراط الكبير والمتواصل في هذا الوجه الإصلاح الكبير الذي من شأنه الارتقاء بمعالم تدبير القضايا وتطوير جودة تدبيرها وتدبيرها داخل ميدان معقول وتفصيل التقارب الرقمية في مجال العدالة والرأي بنسبوب الثقة في منظومتها لدى مختلف الفاعلين والمتدخلين في إنتاجها. فأثمرة المصادر والإجراءات القضائية تعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة للنفوذتين بمعيار لما يوفر استثمار الوسائل الرقمية والتكنولوجيا في العمل اليومي للإدارة وفي علاقاتها كما أن التطبيق الرشيد لما تتيحه التكنولوجيا من مزايا من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للإدارة القضائية بما يمهلها للقيام بأدوار الطرائعية في تحفيز وحماية الاستثمار من جهة وتكريس حكامة المغرب القضائي من جهة أخرى. كما تعتبر وكان العلم ان الداخل الرئيسي لمواصله تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تطلع به بلادنا والذي يرتبط على مجموعه من المميزات من بينها الارتقاء وتجميل العدد المرجعات لتحقيق هذه الغايه. فاننا مؤمنون ان جهود جميع الداعين في هذا المجال يقتضي تضامنها من تجربه التحديات التي تعترض بالصياغه وثيره الذي تفضل الجهود الخاصة في سبيل تحقيق السعادة من أجل إيجاد النطاق القانوني لاعتماد مخرجات استعمال المتزايد للوسائل التكنولوجية في أفق اعتمادها كليا في تدبير المصادر والجرائم. هذا بالإضافة إلى التحدي الذي يظهره رصد المصادر المبتسمة من تعقيد وتحديد السموم الكبيرة بتفسيرها وجعلها قادمة للرقم ولا ضرر ان اقامه نظام متين لرحمنه هو تحدي قادرون على رفعه عندما كانت لنا تجربه متميزه في ظل جائحه الكويت بسبب الحجر الصحي الذي اعرق بلادنا على غرار سائر بلدان العالم والتي شكلت فتره اختبار لقياس مدى قدره وجاهزيه العداله المغربيه لتبني خيار رحمنه وجعلها واقعا ملموسا من خلال تجربه المحاكمه عن بعد وكذا تدبير العديد من الاجراءات رقميا حيث كان للتعاون المؤسسات الدور اساس في رفع كل التحديات التي كانت فورها كمعيقات وتسهيلها باستمرار تصريف العمل الخبري المحاكم طيله فترات الجائحه. حضر سيدتي السلام يعتبر موضوع التعاون الرقمي منظومه العمل التي تجسد انتقالية المجهودات التي تقوم بها مختلف مكونات العدالة سواء على مستوى وزارة العدل وزارة السلطة القضائية أو رئاسة الأمانة. وفي هذا الإطار واستحضار منها لأهمية تشكيلها رقمنة آلية رابعة لدول أهداف العدالة وتجميل خدماتها لأهلها أعتبرت رئاسة الأمانة والإمكانيات البشرية واللوجستية لإنجاح هذا الوجه الكبير إلى جانب باقي الأمور من المخرج العدالة عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات العدة لا إمكان استعمال
الضغط لاعتماد الرقمنة في تدوير الشكايات والمطالب كباتن مواد العديد من المنصات الرقمية وتبادل المعطيات مع التجربة كبعض الشعب بالنسبة لقاعدة بيانات معلوماتية المختلفة بين النيابة العامة ووحدة معالجة المعلومات المالية وقاعدة تبادل المعطيات مع المحرم ونظام معلومات تبادل المعطيات بين رئاسة النيابة العامة ووكالة القضائية بالإضافة إلى مجموعات مكملة وقد توج انخراط رئاسة النيابة العامة في مصارف المناطق للحصول على جائزة التمييز الدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية خلال سنة 2022 عن طريق السكان الإلكترونية التي تشمل 95 المواطنين والأجانب سواء المقيمين منهم المغرب أو خارجه بموضع شكاياتهم وتتقويم هذا عن بعد الهواتف إلى كل يوم منازل من عالمنا واستشراقا من آل المستقبل رئاسة النيابة العامة عاقبة العزم على مواصلة مساحة برنامج التأهل الرقمي إلى جانب وزارة العدل والسلامة والقضائية والعمل على تنزيل إطار التعاون والتنسيق المشترك فيما بين هذه المنظمات رئاسة النيابة العامة وواصلة تنفيذها المخطط الاستراتيجي الذي يرتكز على عدة مركزات من بينها تعزيز رقمنة الإجراءات القضائية وتوسيعها والاستراتيجية التقاطع العديد من محاورها مع الأجهزة الاستراتيجية للاستعداد للقضايا 2021 2025 وفي هذا السياق سنواصل التعاون والتنسيق لتطوير مصاري تدريب ورقمنة وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الأعين وشان العدالة ومحاولتهم المستعدة القضائية ووزارة العدل في إنفوق في بلوغ الأهداف الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى مواطنة تحظى بثقة كل المحققين وتجسد ضمان الحقوق والحريات والكرامة السعية والدستور لك. في ختام هذه الكلمة نتوجه بجديد بالشكر الجزيل للسيد وزير العدل على دعوته لحضور هذا اللقاء العلمي المتميز وتمنيا من اشغال هذا المؤتمر كامل النجاح والتوفيق لتحقيق اهداف مرجوه قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.